تتجدد بوزن الأبكار مع المسافة المقررة بالأربعة كيلومترات التي ترافقنا في خط سيرنا وفي هذه الجولات المستمرة تقريبا 18 بكرة دولا عندنا للتنافس على هذا الشوط. نتمنى التوفيق لكل الأخوة المشاركين في هذا المهرجان السنوي الكبير في المنطقة الغربية وبالتحديد في مدينة زايد التي تنقل منها هذه الأحداث. وعلى الهواء مباشرة نذهب أيضا نحن مباشرة إلى مقدمة الشوط لنعطيكم المركز الأول ونتابع الظبي على المركز الأول. حمد بن سالم بن معصم الحميري الذي يقدم الظبي في أول المراكز، أما المركز الثاني الشاهينية تأتينا ثانيا سهيل بن سالم بن مبارك بن دحروي العامري، والمركز الثالث الشاهينية ربيع بن جابر بن ربيع المري الذي يأتينا ثالثا، والمركز الرابع نجم أحمد بن محمد بن سهيل بن هدفه العامري الذي يتقدم إلى المركز الرابع، والمركز الخامس سجون خليفة بن سيف المقعودي الفلاسي يأتينا على المركز الخامس، وسادس المراكز خزاين سالم بن علي بن سالم بن سعيد العامري النقلة التالية إلى المركز السابع. فهنا أيضا الشاهينية سرور بن الصمغة بن سرور العامري يأتينا على المركز السادس، والمركز السابع في الوصول من نشوى سعيد بن سيف بن شوط الخيري، أما المركز الثامن تتواصل الشاهينية سعيد بن حميد بورويس الاشتبي، والمركز التاسع المركز التاسع فهنا أيضا الشاهينية راشد بن فايل الزرعي، أما المركز العاشر سلام حميد بن عبد الله بن شطيط الوهيبي. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء للعشرة المراكز الاولى، وهكذا ننتهي من اذاعتنا وندانا الاول وفي اسامي قوية ما وصلت الى عالم الاذاعة تنتظر دورها لتأتينا الى دائرة الصراع والتحدي، ولكن التحدي عند المقدمة والظبي. الله الله يا الظبي، الظبي شالت انها نشوة الناموس او نشوة الانتصار، وهي توزع ابتسامات يسار ويمين مع الناموس ومع النشوة للسيد حمد بن سالم بن معصم الحميري من يقدم نشوة في أول المراكز، أما المركز الثاني الشاهينية ربيع بن جابر بن ربيع المري الذي يأتينا ثانيا ويراقب المقدمة. النقلة التالية إلى المركز الثالث الشاهينية سهيل بن سالم بن مبارك بن دحروي العامري من حل ضيفا على المركز الثالث ويواصل التحدي والمسير، أما المركز الرابع المركز الرابع نجم أحمد بن محمد بن سيد بن هدفة العامري، والمركز الخامس الشاهينية الشاهينية السريو بن الصمغة بن سريو العامري في المركز الخامس، وسادس المراكز خزاين سالم بن علي بن سالم بن سعيد العامري نقلة ثانية إلى المركز السابع، نشوى سعيد بن سيف الشوط الخيري على السابع المراكز. أرى ماذا أرى من شعارات بدأت تتقدم بكل قوة الشاهينية سعيد بن حميد أبو رويس الاشتبي على المركز التاسع، والمركز العاشر ريادة محمد بن سلطان بن عبد الله بشر الخاطري. هذه المراكز الأولى هذه المراكز الأولى ما شاء الله تبارك الله. الظبي 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 يا سلام، عصاها قوس عصاها قوس، ولكن الهجوم الهجوم من الشاهينية صاحبة الإنجازات والانتصارات كفت بريئة بالترشيحات. نعم سريو بن الصبغة بن سريو العامري من يقدم من يقدم الشاهينية في هذا الميدان. يا خزائن خزائن ولديها لديها الطموح والآمال تتربع على عرش المركز الأول، تجاوزت تنسبوق تكره اللمة يا سلام تكره اللمة، راحت عن الشوط راحت راحت بشعار سالم بن علي بن سالم بن سعيد العامري من يقدم خزائن ولديها القوة لديها الخزائن لديها الأصالة لديها القوة. يا سلام يا
الزلوب روحت عن الشوط بهذا الشعار وبهذا العرض وبهذا الأداء تتربع على عرش المركز الأول سلالة شاهينية ميد إن شاهين ما شاء الله تبارك الله تغذي الميادين بهذا الانتصار وبهذا الشعار تقترب من أجواء المنصة الرئيسية الفارق كبير بين المركز الأول والثاني نعم راحت بالشوط وهي لديها الطموح الأمال والزعفران والناموس سلام 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 للسيد سالم بن علي بن سالم بن سعيد العامري نهني على فوز خزاين بالمركز الأول تهانينا والناموس المركز الثاني كان من نصيب نشوى سيف أو سعيد بن سيف الشوط الخيري المركز الثالث شاهينية سريو بن الصمغة بن سريو العامري والمركز الرابع الضبي حمد بن سالم بن معصم الحميري والمركز الخامس الشاهينية سعيد بن حميد برويس استبي هذه النتيجة للخمسة المراكز الأولى مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء وهكذا استطاعت خزاين أن تقدم هذا المخزون القوي في هذا المهرجان السنوي الكبير مع الأربعة كيلومترات التي رافقتنا في حلة وفي ترحالها بانتصارها بنشوتها مع التوقيت الزمني بالتأكيد بيكون 6 دقائق التوقيت الزمني 6:07:04 من الثانية تهانينا وألف مبروك لسالم بن علي بن سالم بن سعيد العامري المركز الثاني نشوى السعيد بن سيف بن شوط الخيري 6:11:08 8 من الثانية تهانينا والناموس المركز الثالث الشاهينية لسريو بن الصمغة بن سريو العامري بتوقيت زمني مقداره 6:12:08 و3 من الثانية تهانينا والناموس للجميع